السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. بنتكلم النهاردة عن أمر كتير من متابعيني على القناة، وحتى الناس اللي أنا بروح لهم إشراف وزيارات على العنابر، وحتى في شغلي بيكلموني عن مسألة كورونا وعلاقتها بالفراخ. طبعا يا جماعة، يعني إيه، بلاش نقلق نفسنا ونفكر بسلبية في كل حاجة، وإن يعني إيه خلاص، يعني الدنيا خلاص صعب جدا يعني. فالفراخ عادي، الفيروسات بتاعت الفراخ اصلا شرسه جدا، والناس اللي عندها مزارع بتاع الكلام دوت، سواء بقى كان الاي بي او الجمبورو او نيوكاسل، كل الفيروسات او الانفلونزا، كل الامراض ديت لما بتيجي للفراخ عادي ما توقفناش، لم نتوقف عن اكلها ولم نتوقف عن تربيه الفراخ. فبلاش نخلط الامور في بعضها، احنا بس يعني بنطهر الاماكن اللي فيها الفراخ، بنرش على الفراخ مطهرات، بنزود النظافة شوية، بناخد بالنا شوية علشان يعني ما يجيناش مثلا تعب، ما نبردش، ما يكونش في ريحة عند الفراخ تعمل لنا مشاكل جيوب انفية تبقى عدوى لينا بطريق غير مباشر لفيروس كورونا. يعني النظافة، ان احنا ممكن نرش حوالين العنابر او المزرعه بتاعتنا او الاوضه بتاعت الفراخ كلور، كلوريكس، فينيك، حوالين العنبر بتاعنا عند باب الاوضه بتاعت الفراخ. بنحاول نرش حتى مطهرات على الفراخ، بنحاول نحط مطهرات للفراخ يعني كوقاية للفراخ، اما ملهاش علاقة بمسألة كورونا ومش كورونا، ولكن احنا بنحمي نفسنا ان احنا ما نشمش عند الفراخ ريحة وحشة. بنهوي الفراخ بتاعتنا، بنعمل تهوية سليمة وتدفئة سليمة علشان احنا ما نأذيش نفسنا، ما ناخدش برد عند الفراخ، الريحة الوحشة ما تجيبلناش برد، صدرنا ما يتعبناش. ديت الاحتياطات او الاجراءات اللي احنا نعملها علشان خاطر صحتنا. اما بقى الفراخ وكورونا ويجي لها كورونا والكلام دوت، احنا اصلا مش ما عندناش معلومه عن الموضوع دوت بالنسبه للبني ادمين، فما بالنا هنتطرق ليه ونتعب نفسنا بمساله كورونا والفراخ. لا، احنا عادي، الدنيا طبيعيه ومفيش اي مشاكل، الناس بتربي والدنيا زي الفل خالص، ولكن احنا يعني دخلنا عند الفراخ بنغسل ايدينا وبنهتم اكتر بالنظافه علشان يعني ما نتعبش، اللي هو التعب العادي يعني في وجود طبعا القلق بتاع فيروس كورونا. طبعا وأوصيكم بالنظافة والتطهير لأنفسنا وكمان للطيور، أدواتها والطيور نفسها والأماكن اللي بتربى فيها الطيور. أما الدنيا شغالة، مفيش أي مشاكل خالص، الوضع طبيعي جدا، مفيش أي شيء خالص. احنا كل اللي يهمنا ان احنا نحافظ على صحتنا احنا البشر او الناس يعني. شكرا لحضراتكم، وتابعوني على قناتكم، قناة مهندس صبري غازي.